مشاهدينا الافاضل السلام عليكم من قناه الحريه واحييكم واقدم لحضراتكم نشرتنا الاخباريه لهذا اليوم. دعا صمامة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيانها رقم 40 حول احتلال أشرف، دعت الهيئات الدولية إلى العمل لإطلاق سراح الرهائن. وجاء في هذا البيان: قوات الملك الإجرامية وخلال هجومها الوحشي يوم الثاني من نيسان أخذوا عددا من الجرحى كرهائن ونقلوهم لوحشية من أشرف. فعدد من هؤلاء الرهائن استشهدوا خلال الأيام الثلاثة الماضية عند القوات العراقية بسبب عدم تلقيهم الإسعافات الطبية، وهم ضمن الشهداء 33 لهذا الهجوم. الرهائن المتبقون هم بهمن طلوع ومهدي غفوري وحميد مكي وحسين عيني وبابك كريمي وأكثر مهدي زادة، وهم في حالة الإضراب عن الطعام ويعيشون حالة صحية حرجة. أصدرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانا أعلن فيه عن هجوم قوات المالكي على مجموعة من المجاهدين في أشرف. جاء فيه: قبل ظهر يوم الأحد هاجمت مجموعة من قوات مكافحة الشغب المؤتمرة بإمارة المالكي عددا من المجاهدين في شمال غرب أشرف مستخدمين العيدان والهروات وأطلقوا الرصاصة في الهواء، وأدى هذا الهجوم الإجرامي إلى إصابة 13 من المجاهدين بجروح بينهم عدد من النساء. القوات الإجرامية المؤتمرة بإمارة المالكي التي شنت هجوما يوم الثاني من نيسان على أشرف ما زالت تتواجد في أشرف وخارجه، حيث عشرات العجلات المدرعات منتشرة في مختلف النقاط وتهدد السكان بشن مزيد من الحملات. في بيان آخر قالت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن القوات العراقية تعرقل نقل الجرحى إلى المستشفى والقوات الأمريكية تمتنع عن إخلاء الجرحى. وجاء في هذا البيان: تعرقل القوات العراقية والجلاد عمر خالد رئيس مستشفى العراق الجديد نقل جرحى الهجوم الذي شنته قوات المالكي يوم الثامن من نيسان عام 2011 على مخيم أشرف إلى مستشفيات بغداد وبعقوبة، وهذا في وقت لا بد فيه أكيدا من نقل الجرحى إلى المستشفى. يذكر أن 250 من الجرحى إما أصيبوا بالرصاص وإما تعرضوا للدهس بواسطة المدرعات. كما قالت أمانة المجلس في بيانها رقم 33 حول احتلال أشرف: تم تشخيص هوية اثنين من المجاهدين الجرحى اختطف يوم الجمعة 8 من نيسان واستشهد في مستشفى مدينة بعقوبة، وهما المجاهدان حسين أحمدي جيحون أبادي ومرتضى بهشتي. تذكر أن القوات العراقية القمعية قامت في الساعات المبكرة من صباح يوم الجمعة 8 من نيسان باختطاف المجاهدين الاثنين في مخيم أشرف بعد أن أصيبا بجروح بليغة، ثم نقلتهما إلى مستشفى بعقوبة بعد ساعات من التأخر حتى استشهدا هناك. وكان حسين أحمدي من المجاهدين الذين اختطفتهم القوات العراقية قبل عامين كرهائن خلال هجومها الإجرامي في يومي 28 و29 من تموز عام 2009، ثم أطلق سراحه وعيد إلى أشرف بعد إضراب عن الطعام لمدة 72 يوما حالما كان على وشك الاستشهاد. وأما بيان رقم 38 الصادر عن أمانة المجلس يفيد استشهاد جريح آخر عصر يوم الأحد، وجاء في البيان: واستشهد عصر يوم الأحد المجاهد مجيد عباديان ده كردي أحد جرح الهجوم الإجرامي للمالكي على أشرف. واستشهد مجيد يوم الأحد في مستشفى بعقوبة بعد 3 أيام وبسبب عدم الإمكانيات الكافية والجراحين المتخصصين بعد إصابته صباح يوم الجمعة برصاص القوات العراقية القمعية في البطن والظهر وشظايا عديدة وتعرضه لنزيف الدم الباطني وتمزق الأمعاء. كما وجاء في بيان رقم 36 لأمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي يحمل عنوان مهزلة الملك وغيدان قائد الهجوم على أشرف تثير الكراهية بشكل مضاعف، في الوقت الذي تتصاعد فيه مشاعر الكراهية والغضب العالمي تجاه الجرائم المروعة التي ارتكبها المالكي والقوات المؤتمرة بإمرته ضد المجاهدين الأشرفيين بأمر من خامنئي الولي الفقيه المكسور شوكته، حاول المالكي يائسا ومن خلال عرض مسرحية ومهزلة مفضوحة
ومثيرة للسخرية لملمة هذه الجريمة وتبريرها. وبأمره المالكي الذي يصفه العراقيون هذه الأيام بالكذاب أدلى الجنرال المجرم علي ريدان الذي حضر الميدان منذ يوم 7 نيسان وقاد عملية قتل المجاهدين مباشرة أدلى بتصريح في يوم أحد في الجزء المحتل لأشرف وبوقاحة ما قال فيه: عدنا غايتين بهذه الحالة، نعيد الأراضي لأصحابها، هاي مال القسم الشمالي الشرقي، والموضوع الآخر نريد نقلص نطاق المسؤولية حتى تقل حجم القطاعات اللي تحميه، بدل آن ما منتشر على 50 كيلومتر راح أحمي 30 كيلومتر. وبهذا الصدد كتب مراسل رويترز يقول: الجنود المدججون بالسلاح أبعدوا السكان على الصحفيين ودفعوهم وراء بوابة معدنية ولم يسمح للصحفيين بالحديث إليهم. الصحفيون كان بإمكانهم فقط رؤية المخيم الرئيسي عن بعد، ما عدا جامع تشاهد منارتان له عن خارج المخيم بالكاد ترى بقية المواقع. وأضافت رويترز: وزارة الدفاع العراقية أخذت الصحفيين إلى تجوال حول المخيم وأخذهم فقط إلى الجزء الذي احتله الجيش فقط حيث كان أرضا بائرة. وفي هذه المشاهد المفبركة نسب المجرمون وفي عملية هروب مفضوحة ما قامت فيه القوات المهاجمة من حرق خيام وكرفانات السكان إلى السكان أنفسهم. إن اختلاق هذه المشاهد تأتي في وقت كتبت فيه صحيفة نيوتايمز في عددها الصادر يوم 9 نيسان تقول: أعلن الناطق باسم الجيش الأمريكي أن الحكومة العراقية ما زالت تواصل منع إرسال المساعدات الأمريكية الإنسانية إلى المنفيين الإيرانيين في أشرف، وكل من يسعى لتصوير الاشتباكات يتعرض بشكل منهجي للهجوم من قبل القوات العراقية. كما يحاول غيدان المجرم يائسا وبهذه الأراجيف المثيرة للسخرية إضافة إلى التقليل من جريمة المالكي أن يسلك نفسه من عواقب جرائمه التي ارتكبها في أشرف، وهي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وجريمة ضد المجتمع الدولي، ويجب محاكمة ومعاقبة غيدان بسبب قيادته الهجوم على أشرف، كما وله إضافة إلى ذلك سجل طويل في قتل العراقيين الأبرياء. أكاذيب المالكي وغيدان هو نسخة ثانية لأكاذيب الفاشية الدينية الحاكمة في إيران والفاشية الهتلرية والجوبلزية، لأن مساحة أشرف معروفة والجميع يعرف أن مساحة أشرف بكاملها هي 36 كيلومتر مربع وأن الأراضي المحيطة بها لا علاقة لها بأشرف. قضية الأراضي وفلاحي المنطقة ما هي إلا كذبة كبيرة وسيناريو يعمل عليه النظام الإيراني وأملاؤه في العراق منذ شهور تمهيدا لتنفيذ الهجوم يوم 8 نيسان. وكانت اللجنة الدولية لخبراء القانون للدفاع عن أشرف قد كشفت عن هذه المؤامرة في رسالة لها يوم 12 يناير من هذا العام، موجهة إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق والمسؤولين الأمريكيين والعراقيين. وجاء في هذه الرسالة إن القوات المؤتمرة بإمرة المالكي تمارس الضغط على أهل المنطقة على نطاق واسع ليرفعوا شكاوى بحجة أن أراضيهم الزراعية هي جزء من أراضي أشرف، ولكن رفض غالبية الأهالي ذلك. وحسب الوثائق الموجودة فإن أشرف وقبل سنوات من أن توضع تحت تصرف منظمة مجاهد خلق كانت منطقة عسكرية ولم يكن هناك أي إجراء حول أراضيه. كما ومقابل تلك الأراضي العائدة للمزارعين تم تمليكهم قطع أراضي أخرى في المنطقة ذاتها. ومن الطريف أن قناة العراقية المحسوبة على المالكي وضمن بثها مهزلة غيدان بثت تصريح شخص مجهول كانت توحي أنه من أهل المنطقة، وهو يقول: تم انتزاع هذه الأراضي منا في عام 1947، أي قبل 74 عاما في عهد الملكية في العراق وقبل 21 عاما من وصول النظام العراقي السابق إلى الحكم. وكان ممثلو أشرف قد أكدوا مرات عديدة ومنها يوم 4/6 نيسان أي قبل هجوم 8 نيسان بيومين لممثلي الأمم المتحدة وأمريكا أن كل من له إدعاء لأراضي أشرف فإن سكان المخيم مستعدون لدراسة ذلك بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة وأمريكا وحسم القضية بالاحتكام بهذين المرجعين، وحتى إذا كان يتطلب الأمر فإنهم مستعدون لدفع أي غرامة وبدل الإيجار وحتى شراء الأراضي وتسجيلها باسم الأمم المتحدة. العرض الذي قبل بترحاب تام من قبل ممثلي الأمم المتحدة وأمريكا
كحل موضوعي وواقعي، ولكن من الواضح أن الأمر الوحيد الذي ليس ولم يكن موضع اهتمام المجرمين هو قضية الأرض والفلاحين والأهالي، وإلا من الواضح أن مرجع النظر في الدعاوى الخاصة للأراضي هو المحكمة وليس الدروع وإطلاق النار وارتكاب المجازر. أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية باريس في 10 نيسان عام 2011. قالت رويترز في تقرير نقلته مراسله عن فبركات المالكي وقادة القوات العراقية الإجرامية لملمت فضيحتهم الكبيرة في ارتكابهم جريمة حرب أشرف، وكذلك عن احتجاجات المجاهدين الأشرفيين. قوله: سكان أشرف صرخوا عند رؤية مجموعة من الصحفيين كانوا في حافلة أطراف خيام أشرف حاكموا القتلة. إنهم كتبوا على لافتة باللغة الإنجليزية رفعوها وكانت تدين العنف: قفوا هنا واسمحوا لنا أن نكشف عليكم عن الجرائم. إلا أن القوات العراقية المدججة بالأسلحة أبعدوا الصحفيين عنهم ودفعوا السكان إلى خلف باب المعدني ولم يسمحوا للصحفيين بالحديث معهم. الصحفيون فقط تمكنوا عن بعد مشاهدة المخيم الرئيسي الذي كان محاطا بجدر طيني، ولم يكن يشاهد عن معالمه شيئا سوى منارة جامع داخل المخيم. كما نقل الشبكة CNN تقريرا عن نازلة المالكي وقوات الإجرامية في أشرف، وقالت: يوم السبت واجهت قوات الجيش العراقي احتجاجا غاضبا في مخيم أشرف، حيث يقيم المعارضون الإيرانيون أثناء نقل الصحفيين لزيارة نادرة تم تنظيمها من قبل الحكومة العراقية إلى المخيم، فيما نددت منظمة مراسلون بدون حدود بالمقاطعة الإعلامية التي فرضتها السلطات العراقية على أشرف. الاتحاد الأوروبي استأذنت نزالة المجاهدين على أيدي قوة المالك المجرم، وأعلن على المراقبين الدوليين أن يعد تقريرا شاملا عن أشرف. وأصدرت كاترين شتون الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي بيانا نيابة عن الاتحاد، وقالت: الاتحاد الأوروبي قلق جدا من التقارير التي تفيد استخدام القوة ضد سكان مخيم أشرف بالعراق مما أدى إلى الإصابات، ويستأجل الاتحاد الأوروبي الخسائر في الأرواح، وكان ينام يراقب الوضع هناك مباشرة. وطلب الاتحاد الأوروبي مع الأمم المتحدة باستمرار ودعوا الحكومة العراقية مرارا وتكرارا إلى الامتناع عن استخدام القوة واحترام حقوق الإنسان للسكان. كما حذرت جامعة الدول العربية نور المالكي من أي هجوم على أشرف، ونقلت تقريرا لصحيفة الأهرام عن السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة أن الجامعة العربية أجرت اتصالات مكثفة مع الحكومة العراقية بشأن موضوع هذا، يعني مخيم أشرف، وطلبت من الحكومة التعامل مع هذا الموضوع من منظور إنساني، وأن لا يتم التعامل معه من أي منظور آخر، في إشارة إلى التعامل العسكري. جزاكم الله خيرا، هكذا نأتي وإياكم إلى نهاية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. نستودعكم الله وإلى اللقاء.